أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والناقد الأردني الدكتور محمد غسان الخليلي. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرة البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب الشعر. أنا ابن الأشرفية، أنا ابن الأشرفية يا رفاقي، أحن إلى شوارعها العتاق، أحن إلى الملاعب والحواري، أحن إلى المداخل والزقاق، أحن إلى مدارسها وصحبي ومسجدها وساحات السباق، وفرن الحي وفرن الحي حيث الخبز فيه، طحوك الوجه معسول المذاق، وفرن الحي حيث الخبز فيه، ضحوك الوجه معسول المذاق، وجيراني وأقراني وأهلي أحن إليهم هل من تلاقي؟ أيا ليت الزمان يعود يوما فأطلعه على فعل الفراق، أيا ليت الزمان يعود يوما فأطلعه على فعل الفراق، أحن إلى بلاد العرب دوما وآلم للتشرذم والشقاق، أحن إلى بلاد العرب دوما وآلم للتشرذم والشقاق، من اليمن السعيد إلى شآم ومن طرف المحيط إلى العراق. بعد هذه الجولة في رحاب الشعر أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. مساء الخير، معكم الأديبة الدكتورة رانيا خليل أبو عليان، معكم اليوم لأحدثكم عن كتابي الجديد حكايتي. حكايتي هو تأريخ لسيرتي الذاتية، صدر عن دار يافا هذا العام. طبعا كتبت فيه بعض التفاصيل عن حياتي بدءا من طفولتي المبكرة في سنوات الدراسة الابتدائية إلى أن وصلت الآن لهذا العمر. كتبت في تقديم حكايتي فقلت: ونحن الأصدق والأقرب حين نتحدث عن أنفسنا، هنالك حين نغوص في أعماق الذكريات لنكتب من وحيها الحكايات، كلمات وكلمات لا نملك أن نخفي عند سردها العبرات، هنالك كانوا وكنا وكانت الحياة. رانيا أبو عليان. تبدأ الحكاية وأنا في سنوات الدراسة الابتدائية، فأبدأ فيها فأقول حكايتي، وتفتح الباب عند استيقاظها حالا لتطل بعينيها الواسعتين على حديقة منزلها الكبيرة التي تتخللها أشعة شمس الصباح الساحرة، وتعزف فيها الطيور سيمفونية ربانية لم يتدخل بشر في إعدادها وتنسيق وتوزيع أنغامها. هنا في بيت العائلة، أرض البدايات والحكايات وقصص الألف ألف جمعة وموقف وضحكة وقصة، ومن كمثلها حين يتعلق الأمر بالعائلة وحبها. قطع تأملها لتلك الحديقة صوت والدتها المنادي لها لارتداء مريول المدرسة الأزرق الزاهي، ولتصفف لها شعرها بتلك الشرائط البيضاء التي كانت الأمهات تتباهى بإتقانهن لتسريح شعر بناتهن بها في ذلك الوقت، لتقف في صف بنات العائلة الأربعة منتظرة دورها في حفل التصفيف اليومي، ولم تنسى قبل خروجها المرور على جدتها صاحبة الدعوات والبركات لتحضنها وتعطيها من طاقة الحب والسلام وعبق الإيمان الندي الذي يعطي للصباح الجلال والجمال. وهناك في الطريق للمدرسة كانت تراجع في ذهنها ودفاترها واجبات المدرسة، فبالرغم من حداثة سنها إلا أنها كانت تعلم جيداً أنها
إن لم تكن أولى صفها فهي حتما الأخيرة، طفلة في الصف الخامس وتحفظ بيت شعر وتردده دائما: نحن قوم لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. وما أن وصلت لباب المدرسة حتى سمعت صوت مسؤولة الإذاعة تناديها: الطالبة رانيا أبو عليان تتوجه للإذاعة. نعم، فقد كانت مقدمة الإذاعة المدرسية المعروفة بقدرتها على التقديم ارتجالا بدون قراءة أو تحضير مسبق. لا زالت بالبال تلك اللحظات وحصص اللغة العربية خصوصا، واندهاش المعلمة من براعة رانيا بكتابة مواضيع التعبير وكيف تكتب بحذاقة كاتب بعمر فيه الأطفال لا يكادون يجيدون الكتابة الصحيحة لبعض الحروف. كانت الأيام تمضي وهاجس تلك الفتاة التفوق والتميز وأن تبقى الأولى في كل شيء دائما. طبعا هي حكاية طويلة تبدأ منذ أن كنت في الصف الخامس الابتدائي وتستمر أحداثها للآن. للراغبين بمعرفة تتمة الحكاية وقراءة باقي الكتاب، التواصل معي أو البحث عنه على شبكة التواصل الاجتماعي. كانت معكم الأديبة رانيا أبو عليان، شكرا لكم. الخط العربي كما عودناكم هذا الفن الجميل الذي أبدع فيه الخطاطون وقدموا لنا نماذج جميلة، كانت له مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم. السلام عليكم، أنا الخطاط مجد عبد الوهاب، نرحب بكم في هذه الفقرة اللي راح نتناول فيها حرف الواو بخط الثلث الجلي. بسم الله. طبعا حرف الواو معروف بالنسبة للخطاطين جميعا، مقاساته له عبارة عن نقطتين طبعاً. هذا الحرف بالذات يستهوي جميع الخطاطين، بالتالي إحنا حبينا نكتبه. بسم الله الرحمن الرحيم، صعوداً إلى الأعلى قليلاً إلى أن نصل إلى المنتصف. نسير بالاتجاه المعاكس، ومن ثم الآن يعني في هناك قليل من الخطوط اللي هو يجب على الخطاط الاعتناء فيها. برضو هاي نقطتين أيضا، هذا الثقل تبع الواو هون، ثم نصعد. طبعا هاي مقاسة أربع نقاط، وهاي المنطقة نقطتين. بعد ذلك نقوم بترتيش بعض الأمور اللي بيكون فيها الحبر قليل.
أنا شخصياً يعجبني الحرف الحاء اللوزي اللي هو عبارة عن نقطة ونصف من الداخل. هذا من الحروف يعني يستهويني كثيراً. يفضل يعني على الخطاط أنه يعني يأخذ الخطوط الأساسية للحرف اللي حيكتبه، ما في ضير في ذلك، بحيث أنه يعني يكون عارف وين اتجاهاته. يعني مثلا هون حرف الجيم، هاي من مقاسه معروف 5 نقاط، هاي نقطة. بحب ألفت النظر أنه النقطة برضو مهمة على الخطاط، لازم يكون يعرف وين النقطة، كيف بده يكتبها، اتجاهها. بالنسبة للسطر، هاي 2، هاي 2، هاي 3، هاي 4، هاي 5. إذا أنا هيك بكون حددت المساحة الخاصة لحرف الجيم أو الحيز. وببلش أنا أعمل له تخطيط مبدئي يعني. بسم الله. أصعد قليلا هيك. ومن ثم أنزل بكامل قطة القصبة. وهيك بنكون أنهينا حرف الجيم. وشكرا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والناقد الأردني الدكتور محمد غسان الخليلي، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا دكتور محمد غسان الخليلي، ضيفا على فضاءات وقناة الرافدين. أهلا وسهلا بكم وشكرا لهذه الاستضافة الجميلة. حياك الله دكتور. يودي أن نبدأ بديوانك سيف القدس. وسيف القدس هو إشارة إلى اسم المعركة التي قادها أحرار فلسطين في القدس ضد الكيان الصهيوني في أيار شهر 5 عام 2021، سميت أو حملت هذا الاسم سيف القدس. إحدى قصائد هذا الديوان أخذت عنوان بين الجهاد والتطبيع، تقول فيها: إنما القدس جهاد بدماء ويراء، إنما القدس كفاح ليس تطبيعا يشاء. أليس التطبيع الآن مشاء؟ أستطيع أن أقول بملء الفم لا. نعم. لأن التطبيع تقوده جهات معينة هي الرسمية، دعنا نسميها كذلك. أما الشعوب فلو أحصيت كم نسبة المطبعين في هذه الشعوب لا وجدتها نذرا يسيرا. الشعوب مع المقاومة، الشعوب مع تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، من ضمنها المقدسات. فالتطبيع أمر طارئ وسوف يزول. نعم. يعني هناك فئة حقيقة من شعبنا العربي، يعني نقر بهذا الواقع، باتت تعتبر يعني مسألة التطبيع مسألة يعني روتينية طبيعية، أنه خلص هذا أمر واقع يتعامل مع الأمر الواقع. نسمع من بعض الفئات المثقفة، من بعض التجار، بعض الفئات عامة، أنه يقول لك خلص احنا إلى متى يبقى هذا الصراع؟ علينا أن نعترف أنه هذه دولة عن الكيان الصهيوني، نعترف به ونتعايش بسلم. طيب، هذه الفئة وهذه الثقافة الجديدة التي كما قلت إلى عقود قريبة كانت الحكومات فقط وبعض الأنظمة الرسمية أنه تحاول أن تسلك هذا الطريق، لكن الآن هناك جزء من شعبنا العربي أنه يجد أمر التطبيع أمر لا ضير فيه، فكيف نواجه هذه الثقافة؟
يا سيدي الكريم، نحن نواجهها إن شاء الله بالثقافة، نواجهها بالفكر، ومهمتنا كأدباء كتاب شعراء أن نبث فكرنا عبر المسارب التي نحاول فيها أن نرشد فكر المضللين، لأني صراحة هذا ضخ إعلامي تقوم به جهات جبارة، لكن نحن يجب أن لا نقزم قوتنا ونقول إننا تجاههم عبارة عن أقزام. لا والله، إن شعرنا يقرعهم قرعا، وأدبنا يحسبون له ألف حساب. موضوع التطبيع مع العدو، وكما وصفته أنت، وهذا أفضل وصف، أنه كيان وليس الدولة، هو كيان زرع في قلب أمتنا العربية والإسلامية، كيان سرطاني. فكيف إذا أصيب إنسان بسرطان، هل يتعايش معه أم يتعاطى كل أسباب الدواء والعلاج؟ جميل، إذن هو سرطان ويجب أن نتعالج منه. جميل، حضرتك أيضا رثيت الطفل حمزة نصار الذي قتله الصهاينة، قلت يا سيد الشهداء من أطفالنا، يا حامي الأوطان من أبنائنا. يا ترى كم طفلا يعني نحتاج أن يقتل من أجل قضيتنا ليصحو ضمير المجتمع الدولي؟ والله يا سيدي، أنا أقول ما زلنا نحن ليس في أول الطريق، أقول في المنتصف إن شاء الله، قطعنا أشواطا كثيرة. والأمل بالله عز وجل كبير، ومن يقنط من رحمة الله فهو من القوم الآخرين، لن أسميهم. الفاتورة مفتوحة الآن في التضحيات، سواء أطفال نصار وغيره، يوميا يقتل من أطفال فلسطين وغيرهم الأعداد الكثيرة، ومن لا يقتل في فلسطين فالفاتورة أيضا تدفع في أماكن أخرى، في زلزال، في فيضان، في درنة، في مراكش، في غيرها. هذه رسائل، رسائل من رب العالمين. ولذلك التضحيات يجب أن تظل مستمرة إلى أن تصبح القدس حرة. جميل جميل، لديك ديوان آخر وهو بعنوان أو حمل عنوان مواجد، رضيت فيه الشابة المصرية التي قتلت في ساحة ميدان رابعة، أسماء البلتاجي، يعني في الاعتداء المعروف الذي قادته قوات السلطة على المتظاهرين في ميدان رابعة في 14/8/2013. يعني هذه القصيدة التي رثيت بها أسماء حملت عنوان اسم الشابة أسماء. في الختام تقول: هي ذا القضية، هي ذا القضية أرضها وسماؤها، هي ذا القضية أرضها وسماؤها، أما إذا قيل الفداء أسماء. يعني ربما يخرج عليك شخص مصري يقول لك أنت ما دخلك في أحداث مصر، مصر هذا شأن داخلي، يعني أنت انشغل بفلسطين، انشغل بالأردن، انشغل بسوريا، ما دخلك في الشأن المصري، فماذا كيف نرد على هؤلاء؟ وكلنا تعرضنا، أنا متأكد أنك تعرضت مثل ما أنا تعرضت لهذا الأمر، فكيف ترد؟ سيدي الكريم، أنا أذكر أن حافظ إبراهيم وهو أستاذنا في الشعر والأدب، قبل 100 سنة حصل زلزال في منطقة ميسينا في إيطاليا، فرثى قتل ميسينا في قصيدة يعني عصماء. الآن أنا تلميذ حافظ، تلميذ شوقي، ماذا عساي أن أعبر عن خواطري في العشرات الآلاف الذين شردوا قبل أيام وقتلوا وجرحوا، سواء في درنا في ليبيا أو في مراكش؟ طبعا كتبت قصيدة في حادثة زلزال قهرمان في تركيا وشمال غرب سوريا، أيضا كتبت تقريبا ديوان كامل عن ذلك، لم يطبع بعد. فالقضايا الإنسانية هذه قضايا يهتم بها الأديب والشاعر، ولا يفرق بين أنه مصري وأنه سوري وأنه فلسطيني. طبعا احنا قضيتنا المركزية الأم هي فلسطين لا شك، ولكن عندما تقتل بدم بارد طفلة في 13 أسماء البلتاجي، ويبكيها زعيم مسلم
ليس عربيا. نعم. معروف من هو يبكيها بحرقة. نعم. فماذا سأقول أنا الشاعر العربي؟ أجمد؟ الخنساء قالت يعني لعينيها لا تجمد. فنحن المعاشرة الشعراء لا أقول تحيزا مرهفون جدا. حتى والله زلزال الذي حصل في وسط أمريكا في 2010 رثيت قتلاه. نعم. فيجب أن يكون الشاعر يعني ذا مشاعر، وإلا لماذا سموه شاعرا؟ فموضوع مثلا رابعة وموضوع يعني هناك ما هو يعني أظهر منه بكثير مسجد الفتح وسموها يعني معركة الساجدين. نعم. وهم ساجدون في التراويح في رمضان 2013 قتلوا أيضا بدم بارد. لا يحملون سلاحا ولا سكينا. فالشاعر يتلمس القضايا ولا ينتظر حتى يعني يأتيه شيطان الشعر. الشيطان إنجاز التعبير بين قوسين موجود في كل لحظة، وما على الشعر إلا أن يترجم ذلك إلى عواطف ويبثها للمتلقي. نعم. إذن هي نظرة ضيقة، نحن أمة واحدة يعني، فيجب أن نحزن لأحزان الجميع، نألم لألم أبناء هذه الأمة. وطبعا هذه الأمة تتعرض لهجمة شرسة من أعدائها. طبعا هذا من يحمل هذه الرؤية الضيقة طبعا هو يخدم مشروع الأعداء. سقيم السجن إحدى قصائد ديوانك الذي حمل عنوان على سبيل الفتح، تحدثت بها بهذه القصيدة على لسان الأسيرة الفلسطينية فاطمة الزق في سجن الصهاينة، وهي تهدئ طفلها الأسير معها يوسف الزق الذي ولد أو ولدته هي في السجن، وبقي معها أسيرا في السجن. أصابته الحمى في إحدى الليالي ورفض السجان إحضار الطبيب، فصارت تخفف حرارته بكمادات باردة، وكأنك يعني نقلت ما كانت تقول لطفلها، فتقول: نم يا صغيري، إن هذا المهد يحرسه الرحيم. حقيقة صار عندي فضول، بدي أريد أعرف ما أخبار هذا الطفل. أنا سأقص عليك أخي القصة من البداية، أنا أخذتها من الإعلام من نعم. الصحف. هي لا تعرفني ولا أعرفها، لكن عندما سمعت أنها امرأة حامل في السجن في الشهر الأخير صرت أتابع بفضول. وكما قلت الشاعر إن لم يكن يشعر مع القضايا الإنسانية فما هو بشاعر. اللي فقط بدي يحكينا عن حبيبته واللي تركته واللي تركها وإلى آخره، هذا كلام فاضي. أنا شاعر يجب أن أحمل هم. راح يزعلون الشعراء اللي يكتبون هذا المجال. لا يكتبوا، أنا أكتب كمان. أنا عندي دواوين. تصفوا بكلام. أنا أقول إن اقتصر نعم. كلامه على هذا الموضوع نعم. فهو إنسان يعني عايش في زاوية معينة. نعم. فاطمة الزق هي مجاهدة ومناضلة فلسطينية. هي كانت تعمل في العمل اللوجستي يعني، ليست حاملة سلاح. فلأنها كذلك اعتقلت وهي حامل، وهي أم لسبعة أولاد، كانت أظن يوسف كان الثامن، وتجاوزت 40. فعندما ولدت مقيدة اليدين والرجلين. طيب يعني في كل العالم هل يمكن أن امرأة وهي تتمخض أن تهرب؟ لكن هذا إذلال من هذا الكيان القزم. نعم. السرطاني. ولدت يوسف أيضا صار يتعرض هو وأمه للابتزاز، حتى أحيانا كانوا يشعرون أني ممكن يكون في سم في الطعام. نعم. يمتنوا عن الأكل، جاءته الحمى. فأنا تصورت أن أمه نعم. تقول له هذا الكلام، أنا كتبت على لسانها. بعد ذلك عندما أفرج عنها سنة 2009 في صفقة شليط معروفة، جلعات شليط، خرجت أم يوسف وهي والوليد كان عمره تقريبا أقل من سنة، والآن يوسف عمره 15 عاما، وأنا في تواصل على المسنجر مع الأم والعائلة، ويوسف الآن في الصف التاسع ما شاء الله. جميل. ويعني إن لم نكن كذلك مع إخواننا في فلسطين خاصة، كنت أتواصل مع أيضا الناس في العراق، في سوريا، في اليمن. هذا الشاعر أنا أقول الحقيقي. طيب هذا هو الموقف الصحيح. نعم. الصحيح نعم. أيه. بعدين بدي أعبر عن فراق حبيبته، بدي نعم. يصطنع ليلة ولو ما كان عنده ليلة ما في مشكلة.
جميل. إذا ممكن نقرأ نسمع مقطع من هذه القصيدة مثلا؟ القصيدة نعم إن شاء الله. مقطع قصير اللي تقول فيها: نم يا صغيري إن هذا المهد يحرسه الرحيم. نعم، سقيم السجن. نعم. هي عبارة عن خماسية. كان بالأول وليد السجن، سقيم السجن، بعدين يعني عبارة عن مسرحية شعرية من خمسة، بعدين طليق السجن. نعم. من مقطعين. فأقول في هذه القصيدة: نعم، نم يا صغيري إن هذا المهد يحرسه الرحيم، فالدرب وعر شائك ويلفه ليل بهيم، فحرارة الجسم الصغير لسوف تبرد في النعيم، إن كنت قد أودعت سجن الغاصب النذل الذميم، فليوسف الصديق كان سجين ظلم في القديم، ولأنت يوسف مثله المسجون في قعر الأديم. نم يا صغيري إن هذا السجن مهد للكريم، والسجن مدرسة الرجال ومنبت الغصن القويم، إن كنت تشكو من حرارة جسمك الغض السقيم، فلسوف تبرد في الجنان وترتقي فوق النجوم. جميل، أحسنت 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 أحسنت. تقول: الشعوب هي الأبقى. هذه عنوان قصيدة انتقدت بها نظام الأسد ومن يهرولون وراءه. تقول في الختام: فإن يهودا وبشارهم هما المانعان جهاد الكومات. يعني أنت والكثير من مثقفي هذه الأمة من أحرارها يرون أن هذه الصورة واضحة: نظام بشار، نظام دموي، نظام بوليسي، نظام تسلح بأعداء الأمة لسحق الشعب الذي قال كلمة الحق بوجه نظام جائر. فلماذا هناك نفر يؤازرونه ويرون فيه نظاما ممانعا مقاوما للكيان الصهيوني؟ أسمع إجابتك بعد الفاصل. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والناقد الأردني الدكتور محمد غسان الخليل. أعود لك دكتور محمد غسان، كنت سألتك عن الذين يهرون خلف نظام بشار المجرم الذي تسلح بعصابات إيران وميليشياتها المجرمة، وأيضا بروسيا الظالمة والمعتدة والمجرمة، سحق شعبا كاملا. هناك من نفر من المثقفين العرب يرون فيه أنه نظام مقاومة ممانع. والله يا سيدي، نحن إن أردنا أن نجيب عن هذا السؤال نقول بكلمتين فقط لا ثالث لهما: أين المقاومة؟ دلونا عليها. نعم. يعني الآن معروف تاريخيا النظام السوري من بعد حرب 73 حتى الآن أعطونا اسم معركة خاضها الجيش السوري مع إسرائيل، لا يوجد. إذن هي مقاومة كرتونية، سواء كانت في لبنان من حزب الله أو من إيران أو من سوريا. نعم. اللي هم الآن بسموهم المثلث الممانع. نعم. نحن الآن لا نتكلم في أدب، نتكلم في تاريخ. لكن أنا ترجمت أيضا في دواوين متعددة عن المخاض الذي خاضه الشعب السوري، وأنا عندما أتكلم لا أتكلم عن الجيش السوري ولا عن الفصائل التي قاومته. نعم. ممكن نقول هذه كانت جيشا لجيش إنجاز التعبير. لكن أنا مثلا في ديواني الربيع الدامي سميته الربيع الدامي. لماذا الدامي؟ لأن الأصل الربيع يكون أخضر والدم يكون أحمر. أصلا الشعوب العربية انتفضت في 2011 فقط لكلمة من أربعة حروف: حرية. ليست كما وصفوها ثورة جياع ولا ثورة عبيد، وإنما شعب يريد أن يتحرر من رفقة الذين يجتمون على صدره عقودا. نعم.
فكان في مثلا الربيع العربي اللي هو كان الجزء الأول، ثم لم يتح المجال للأجزاء الأخرى، التركيز على الناس الذين ظلموا وقتلوا من غير أن يكون لهم مشاركة فاعلة ويكونون على الصف الأول، الأطفال مثلا. نعم، رثيت كثير من الأطفال، طفل أرسلته أمه لكي يحضر ربطة خبز من الفرن، نعم، من المخبز، وقتل على الطريق بالرصاصة. لا نقول طائش أبدا، ما في شيء طائش. عجوز سبعيني، امرأة في خدرها، نعم، وهكذا. فعندما تكلمت الربيع الدامي، نعم أقول أن الشعب السوري تحمل العبء الكبير عن الأمة العربية، طبعا هو والشعب العراقي وغيره، نعم. لكن عندما نتكلم عن موضوع سوريا، سوريا أقول هو جرح القرن 21. نعم، أنت كما قلت في قصيدة الشعوب هي الأبقى، انتقدت نظام بشار، وانتقدت من يهرولون خلفه، من يصطفون في خندقه. يعني وجدت هناك نوع من التضاد، نوع من التناقض، عندما ترثي الشاعر عز الدين مناصرة، الشاعر الفلسطيني، أنت رثيت هذا الشاعر بقصيدة بعنوان بالأخضر والأحمر كفناك، وتسميه أستاذي. عز الدين مناصر أيضا كان مؤيدا ومؤازرا لنظام بشار ولحسن نصر الله ولكل هذه الميليشيات. كيف نفهم هذا يعني هذا الاختلاف، هذا التضاد، هذا التناقض، لا ماذا نسميه؟ أنا أشكرك على هذا السؤال الذكي جدا وفي، نعم، العمق. أخي الكريم، يعني ليست هناك حدية فاصلة في الأمور. نعم. أولا تحديدا عز الدين مناصرة أستاذنا، أنا لم أتتلمذ على يديه مباشرة، وإنما على كتبه. نعم. عندما كنت أحضر الماجستير والدكتوراه له كتب في موضوع ما يسميه التناص والتلاص إلى آخره. دواوينه، حتى البيت اللي قرأته أنت، هذا مأخوذ أصلا من شعره. نعم. بالأحمر والأخضر كفناك، اللي هو العلم الفلسطيني. نعم. وهو رجل مناضل. الآن عندما أختلف معه في جزئية، وإن كان خلينا نسميها كلية من، نعم، الكليات وليس جزئية، لكن هذا لا يعني أن أضعه في خانة الأعداء. نعم. هو مقاوم، لكن اختلفت معه في نقطة ما. هو خلفيته ماركسية أظن، القديمة. نعم. القديمة. أنا أذكر لك يعني أكثر من مثال. يعني أمجد ناصر مات وهو يساريا، شاعر، نعم، عروبي معروف من إربد، وكان في القدس العربي فترة طويلة، ورثيته. نعم. طبعا مناصرة مات في الكورونا، وأنا أعتبر يعني الذين ماتوا في الكورونا يعني لهم وضعية خاصة عندي أنا. نعم. لأني أنا فيما بعد عندما أصبت في الكورونا، والحمد لله ربنا شافانا وأسرتي، يعني كان في أيضا ديوان خاص لهذا الموضوع الكورونا. نعم. سميته ليالي الكورونا. أشخاص كثيرين أنا يعني مدحت في قصيدة لم أنشرها أو لم تطبع، أحمد الدقامسة. نعم. وهو بطل طبعا، لكن عندما خرج من السجن أيضا بيّن أنه في صف الأسد. طب وليكن، ممكن أن يعني أختلف معه في جزئية ويكون الجزئيات الأخرى في اتفاق. نعم. لأننا الآن يجب أن نوحد القوة. يعني صرح بهذا الموقف؟ أنا سمعت من الصحافة. أنا حقيقة لم أسمع. أنا سمعت من الصحافة. حتى الجمهور يعرف ما هو أحمد الدقامسة. معروف، وسيبقى بطلا. يعني سيبقى رمزا وأيقونة. نعم. جندي أردني. نعم. قتل مجموعة من الصهاينة على الحدود الأردنيين وسجن، ويعني مؤبد كان. نعم. 15 سنة. سجن بحكم مؤبد وقضى سجنه وخرج. نعم. يعني في أيضا صراحة. في فلسطين في يعني حالة مشابهة للجندي المصري سليمان خاطر. بالضبط. سليمان خاطر أيضا. أحسنت. على حدود سيناء عام 85. نعم. قتل مجموعة من الصهاينة. أنا في القصيدة نعم عندما مدحت أحمد القاضي. الاختلاف فقط أنه في النهاية سليمان خاطر اغتيل في سجنه وقيل انتحر. انتحر. لكن أحمد دقامسة يعني قدر أنه قدر الله أنه يبقى على قيد الحياة. قيد الحياة. شخص رابع أيضا أنا رثيت عندما قتل غدرا وغيلة تحت التعذيب. نعم. نزار بنات. كان معروف في تأييده للنظام السوري وليس للأسد فقط. نعم. لكن عندما قتل بهذه الطريقة المجرمة
من قبل يعني سلطات مهيمنة. ما هو السلطة الفلسطينية الآن اللي كانت ضده يعني أيضا معروف تجاهه وين وتعمل لمن لا. لا شك. نعم. لكن يعني القتل غدرا وغيلة. نعم. ربما يعني تحرك في الشاعر. نعم. يعني وجدان معين. أنا لا أحب القتل غدرا، حتى الإسلام أنت هذا المجرم يستحق القتل، تحاكمه تحطه على المقصلة تشنقه. نعم. إلى آخره، وليس غدرا. نعم. وليس تحت التعذيب إلى آخره، هذه ليست من شيم العرب ولا الكرام. جميل. الشيخ أحمد ياسين رحمه الله حظي بمساحة واسعة في من قصائدك في الرثاء، فماذا يمثل عندك الشيخ أحمد ياسين؟ والله يا سيدي أحمد ياسين أيقونة الأيقونات، رحمة عندما الله تكلمنا عليك. قبل قليل عن سليمان خاطر وأيقونة. نعم. أحمد دقامسة، أسماء البلتاجي، هذه أيقونات صغرى. نعم. هي من ولائد أحمد ياسين. أحمد ياسين هذا ربما، أنا لا أتألى على الله عز وجل، لن تأتي الأرحام بمثله. نعم. هذا إنسان خلده التاريخ، استطاع أن يسطر للمجد حروفا ليست من ذهب، وإنما إن جاز التعبير الآن في أغلى من الذهب اليورانيوم اللي تصارعوا عليه القوى. نعم. الكبرى. أحمد ياسين عندما أغتيل قيل، إن ثبتت الرواية، أن شارون اللعين هذا كان في الهليكوبتر ويعطي الأوامر. نعم. أغتيل في المسجد وهو خارج من صلاة الفجر وهو أشل. نعم. يعني ما هو الشيء الذي كان يعني يضغط على إسرائيل؟ هذا القسم، رأسه فقط. نعم. وتعرف الجسم كله أشل طبعا. ومنذ كان صغيرا في الخامسة عشرة. نعم. لذلك في ديوان مولد أمة اعتبرت أنا وفاته. نعم. واستشهاده مولد جديد للأمة. وكتبت عن ذلك تقريبا ديوان كامل، نصفه الأول عن أحمد ياسين كيعني أسطورة. نعم. ليست مسبوقة وربما تكون غير ملحوقة. والنصف الآخر كان على الاستشهاديي واستشهاديات الانتفاضة المقدسية الثانية. نعم. وأصدر هذا الكتاب تقريبا يمكن قبل 17 سنة، هذا أول. طيب. ديوان على فكرة لي. من يقرأ ديوانك ليالي الكورونا حقيقة يشعر أنك أصبت بها وكابت حماها، وأنت الآن قبل قليل أكدت هذا الأمر. أنا عندما قرأت هذا الديوان شعرت أنك أصبت، وأنت يعني عشت هذه المحنة و يعني أرخت لهذه الفترة من الليلة الأولى إلى الليلة 16 وهي 10 وهي الأخيرة كما قلت في الديوان. بدي أن يعني كيف كنت أنت مصاب بحمى وتكتب؟ والله يا سيدي أنا لحسن الحظ إحنا اللي أصبنا في البيت 5 عائلتي. نعم. أنا كانت أخف شيء. زوجتي كان هي الأعلى والبنات كان في الوسط. أنا لم تمنعني طبعا عن ممارسة حياتي الطبيعية، سيما وأننا قيدنا داخل البيت. نعم. عندما أريد كنت أن أزور والدي وهما في الطابق العلوي، أخرج من الشارع و يعني أتكلم معهم من خلف الزجاج 15 يوما، لأني والدي كبيران في السن ولا أريد أن لا سمح الله أن أنقل لهم الفيروس. نعم. خطرت في بالي أني خلال السجن هذا الإجباري 15 يوما، لماذا لا يكون هناك عمل إبداعي أسطر فيه الحالات؟ فكنت أتابع على الإنترنت. نعم. من يموتون وهم صغار السن، مناصر أو غيره، مناصر طبعا توفي كبير. نعم. خاصة اللي كانوا في الكادر الطبي. نعم. تكلمت عن طبيبة صيدلانية وطبيبة كانت في مستشفى البشير. نعم. كيف توفيت بالكورونا وهي على رأس عملها لأنها أبت أن تجلس في البيت. تكلمت عن حالات يعني في الطرف الآخر، أني إحنا كنا المقموعين. نعم. في البيوت، وهناك كان في رالي. نعم. في مكان آخر ومشارك في صهاينة. نعم. يعني في تناقضات في السياسات الخارجية والداخلية. أنا مقموع أني أشوف والدي ووالدتي اللي هم في الثمانينيات، وفي ناس عم تمارس رالي. نعم. مع وجود الكورونا هذه هي الحياة. نعم. فترجمت. نعم. هذه الأمور طبعا في قصيدة يجب أن أشير إليها أخيرا، اللي هي مع الله. هذه اقتبستها من الشاعر الكبير اللي كان يعني محط دراستي
سابقا في الدكتوراه. نعم. كتبت عنه رسالة الدكتوراه الصورة الفنية في شعر عمر بهاء الدين الأمير، وله قصيدة غناها مغني عراقي معروف جميل جدا اسمه محمد العزاوي. فأنا كتبت على نفس النسق. نعم. مع ليالي الكورونا بهذا المعنى. هناك ديوان حمل عنوان فرعونيات، عنوان حقيقة تناولت فيه في القصائد شخصيات مصرية. يعني أقف هنا عند العنوان، هناك من المصريين أنه يفتخر أنه أو ينسب مصر إلى فرعون، وفرعون طبعا معروف أنه لم يذكر إلا باللعنة والثبور والشر. هنا العنوان أقف عنده، يعني عنونت هذا الديوان بفرعونيات، وطبعا أغلب الشخصيات التي كتبت عنها في هذا الديوان هي شخصيات مصرية، ومنهم الرئيس المصري محمد مرسي رحمة الله عليه. هنا هذا العنوان كتبته من باب أنك تنسب مصر إلى فرعون، أم أنه للتعبير عن النقمة التي تحملها تجاه الوضع السياسي الحالي. هو تحديدا الشطر الثاني من كلامك. نعم. نعم، أنا بعض الأصدقاء حتى الشعراء والأدباء والنقاد شو فرعونيات؟ نعم. قلت والله يا أخي أنا أتكلم عن فرعون، عما فعله فرعون مصر القديم والجديد واللاحق والسابق. نعم. ويعني عندما تقول فرعون مصر معروف أنك تشير بتناص غير مباشر إلى رمسيس الثاني. نعم. لكن هل مات رمسيس الثاني أم أعطى الراية لمن بعده؟ نعم. كثرهم طبعا ليس في مصر وإنما في بلاد كثيرة. فأردت بهذا العنوان صراحة استفزاز القارئ. نعم. أن أعمل عنده عصف ذهني بالربط ما بين السابق واللاحق، وهذا اللي حكينا قبل شوي اللي كتب فيه عدة كتب أستاذنا رحمه الله عز الدين مناصرة عن التناص والتلاص، وعلم. نعم. الآن قائم بذاته، فقد يكون التناص عكسيا تحويريا. نعم. لا أريد منه المطابقة وإنما المفارقة. جميل. ديوانك الأخير على يعني على حمل عنوان عن الغلاف الأول مفردة أنا كعنوان، وفي الداخل كان يحمل مفردة أنا والشعر. لماذا انتزعت كلمة الشعر من الغلاف الأول؟ هل أردت أنه فقط تخرج للمتلقي أو تخرج للمتلقي أنا النرجسية؟ طبعا الشعراء أكيد في الغالب يحملون هذه النرجسية، يعني عندهم قدر معين من النرجسية تتفاوت من شاعر إلى شاعر. هل أردت هذه النرجسية أم أنه هناك خطأ مطبعي فانتزعت كلمة الشعر المعطوفة على أنا؟ هي لا هذا ولا ذاك. نعم. أنا أقول بفخر، وأنا لا أستعمل الفخر لأنا، وكلمة أنا عندي يعني شبه مهمشة يعني جدا جدا جدا. نعم. أنا جاءت هكذا فيض الخاطر، أولا هي خماسيات، وأيضا تأثرت فيها في الشاعر الأميري هذا الشاعر السوري الكبير الراحل، لأنه عنده ديوان خماسيات، وكانت عبارة عن نفثات وجدانية. نعم. للتعبير عما في دواخلي من أشياء لم أفصح عنها سابقا. أولا هو الخماسيات تجديد شعري في الشكل. نعم. ثانيا استطعت أن أبوح عن مكنونات نفسي، مما يعني أحيانا بعض الشعراء أو الكتاب يعني يجدون صعوبة في الإفصاح عنه. مثلا كتبت أنا عن نوستالجيا. نعم. فصل كامل أنا والشعر، يعني ما هو الشعر بالنسبة لي لمحمد الخليلي؟ هل هو عبارة عن شيء يعني ثانوي؟ لا، أقول لك أنا لست نرجسيا، لكني يعني شيطان الشعر عندي ليس في الشر طبعا. نعم. وإنما يستحوذ على يعني مساحة كبيرة من وقتي. أنا مثلا الدواوين 15 المطبوعة والخمسة وعشرين المخطوطة أخذت مني وقتا طويلا. نعم. ففي هذا الديوان بين دفتي أنا أردت أن أترجم للمتلقي من هو هذا الإنسان الغامض. كتبت عن الفوبيا الرهاب. نعم. أنا عندي بعض الرهابات ولم أتهيب
أن يعني أقول للقارئ إنني في بعض اللحظات أضعف لأنني إنسان، نعم، ولست شمشون الجبار، لكن ظللت في إطار التذوق الذي أتوقعه من المتلقي، أنني لا أرسم شخصية كاريكاتيرية. جميل، إذن أردت أن تقول للقارئ إنسان مثلي مثلكم. أي أردت أن تقول للقارئ هذا أنا. هذا أنا. شكرا لك، شكرا لك الشاعر والناقد الأردني الدكتور محمد غسان الخليل، شكرا لك على هذا الحوار الممتع. شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.